تقريبا بعد ما الكليه اتعملت بسنتين ابتدت تعمل انشطه وبدات موجوده في الفتره دي. جت فتره اللي هي بدايه من سنه 2002 بدات من سنه 2006 بدات تنزل شويه. احنا جينا تقريبا التيم بتاعنا موجود من سنتين ونص او ثلاث سنين تقريبا. بدات هم انشاوا كان في جروب مكون من خمسه انشاوا الجمعيه العلميه هنا في صيدله بني سويف وبداوا يعملوا ايفنتات ويعملوا حاجات فبدانا ان احنا نشد الايفنتات ديت وعجبنا شغل الجمعيه لان احنا لقيناها مختلفه عن اي حاجه تانية موجوده جوه داخل الكليه. بدانا بالتيم كنا بدانا في الاول اربع افراد قدرنا نوصل دلوقتي لاكثر من 120 ممبر ويتمنى ان السنه الجايه والسنه اللي بعديها تكون الجمعيه في سيدنا. اكتر ايفنتات اللي احنا اشتغلنا فيها والايفنتات اللي بتعجب معظم الناس هنا اللي هي ايفنتات لجنه الصحه العامه ان احنا بنشتغل توعيه للناس فبننزل مع الناس بنتكلم معاهم بنوصل لهم معلومه بنحس ان احنا بنعمل حاجه مفيده في المجتمع بتاعنا. احنا عملنا طبعا ايفنتات كتيره جدا كان منها ايفنتات صحه عامه حملات توعيه نزلنا فيها مدارس وعندنا عملنا كورسات لتاهيل الطلاب للعمل في شركات وعملنا توفرنا تدريب في شركات وتدريب في مستشفيات وعندنا اهم واكبر ايفنت الاي بي اس اف ليفل سيمبوزيوم دوت ايفنت بيجمع اكثر من 27 كليه صيدله على مستوى الجمهوريه هينورونا هنا في بني سويف واتمنى ان تكون الجمعيه في نجاح ونجاح. انا شايف بالنسبه للجمعيه العلميه لطلاب كليه صيدله بني سويف انا طول عمري بضرب المثل يمكن كل طلبه الجمعيه العلميه عارفين الكلام ده بضرب المثل لما اتكلم عن الانشطه الطلابيه في هنا في صيدله او حتى في الجامعه لطلبه الجمعيه العلميه التوصيلات بني سويف لانه ما شاء الله يعني غير الاكتيفيتي وغير النشاط مميزين جدا كمان في السيستم يعني عندهم سيستم في الشغل. انا حضرت انتخابات الجمعيه العموميه مثلا بتاعتهم يعني ما شاء الله ولا انتخابات الكونجرس الامريكي الى جانب ان تقريبا ما فيش يوم بيعدي عندهم من غير نشاط ان شاء الله يعني. فهم صراحه انا شايف ان هم قدوه لزمايلهم وقدوه للطلبه الصغيرين ان شاء الله يبقوا ربنا يوفقهم. اكتر موقف قابلنا في خلال الشغل بتاعنا ان احنا لما جينا نعمل الجمعيه كانت في الكليه قبل كده كانت بتتعامل كانها اسره كان الفكر لسه ما وصلش بتاع الجمعيه بالظبط فاحنا خدنا وقت في شويه الاداريات ان احنا نبدا نوصل فكره الجمعيه وان احنا كيان رسمي وكيان بنمثل الكليه بره والحمد لله نتيجه تعاون اداره الكليه معانا بدانا ان احنا نوصل الفكره صح وبدانا ان احنا نثبت وضعنا صح وده خلانا في الاخر ان احنا بقينا بنمارس شغلنا بطريقه طبيعيه وما نجدش المعوقات اللي كانت قبل كده بنواجهها وكانت بتوقف لنا حاجات كتير لان كان قبل كده ما كانش بيبقى الفكره بتاع الجمعيه والشغل بتاعها ما كانش بيبقى واصل. بالنسبه لاكتر المواقف اللي قابلتنا صعوبه انا بفتكر من سنتين او اول مره دخلت فيها الجمعيه كنا بادئين كنا حوالي خمسه ممبر قاعدين على السلالم بنفكر ازاي نعمل جمعيه وبعديها ازاي نعمل الايفنت نطبع ماتيريال ازاي ونخش مدرجات ازاي. طبعا بفضل ربنا قدرنا ووزعنا التاسكس علينا كل واحد كان عليه جزء معين واول ايفنت عملناه كان نجاح جبنا ساعتها تورتيه كبيره جدا واحتفلنا بيها ولساعتها كان اسعد يوم في حياتي ان انا فعلا حسيت ان احنا نبدا نعمل تاني. بالنسبه لشغل الجمعيه واللي بيميز الطالب اللي شغل الطالب عضو الجمعيه عن الطالب العادي شغل الجمعيه بيأهلك للعمل. شغل الجمعيه بيعمل الوصله اللي بتوصل الطالب من الدراسه للحياه الواقعيه لان زي ما انتم عارفين الدراسه بتبقى عباره عن كلام جامد في الكتب والحمليه والحياه العمليه حاجه تانية خالص. الطالب اللي بيشارك في الانشطه زي بالظبط المواطن اللي بيشارك في العمل العام. والحمد لله يعني انا ملاحظ ان الطلبه اللي بتشارك في الانشطه هنا ما شاء الله متفوقين دراسيا الى جانب تفوقهم في العمل الانشطه. بس لو ما اشتغلت جمعيه علميه فبدات فعلا تحس انت بقيت انسان بروفيشنال بتبتدي كل حاجه معاك بالمواعيد كل حاجه في دقه في يعني الدنيا مش ماشيه كده وخلاص انت ماشي في حاجه وسياسه ماشيه معاك وبتطبق وقوانين ولايحه عليك وعلى غيرك. الطالب اللي بيشتغل في الجمعيه وانا شخصيا كواحد اشتغلت في الجمعيه واشتغلت في كل انواع الشغل فيها لا بيفرق معانا كتير خبره تعامل مع الناس قدره على مواجهه المشاكل ازاي نقدر ان احنا نشتغل في تيم وورك ازاي نبقى كلنا
من خلال الشغل ده، وان ده في الاخر شغل تطوعي ما بناخدش عليه فلوس ولا حد بيدينا عليه اي حاجه، احنا بنشتغل عشان حابين الشغل. كل سنه طيبه وان شاء الله تكملي 200 سنه. اتمنى قبل ما اتخرج من الجمعيه العلميه اقول للجمعيه العلميه بجد انا بحبك يا جمعيه علميه، انت غيرتيني ونقلتيني نقله نوعيه جدا، يا ريتني كنت عرفتك كجمعيه من سنه اولى واشتغلت فيكي. وعايز اقول كل سنه طيبه يا جمعيه علميه، كل سنه طيبه يا بسبسه، واتمنى ان الجيل اللي جاي بعدينا يطورها احسن منها. اقول لبسبسه كل سنه طيبه في عيد ميلادك ال 15 وعقبال ان شاء الله 150 سنه. اكيد اقول كل سنه طيبه بسبسه، واحنا يعني اكتر حاجه فادتني في الكليه هنا هي الجمعيه العلميه نمبر 1.